نحن بنكثر زيت، يعني نزحنا من شيء 3 أشهر من كثر ما صار قصف علينا كثير، اشتد القصف كثير، كنا قاعدين بهالأقبية والمغر عم نترزق الله عايشين على تعب إيدينا، نحن فلاحين وبنشتغل بالإجرة، بس من كثر القصف نزحنا على ريف إدلب الجنوبي، صار كمان قصف بحاس، جينا على المعرة صار ضرب كثير بالمعرة، كمان نزحنا لهون، جينا قعدنا هون بهالجول لا عنا خيمي لا عنا مي، قاعدين عم نستنى رحمة الله وما حد ساعدنا. إسا شو احتياجاتكم؟ احتياجاتنا كل شيء، بدنا خيمي نقعد فيها، عندنا ولادات بحاجة لكل شيء، بدهم مدارس، بدهم أكل، بدهم كل شيء، بدهم مأوى أهم شيء. معكم مديان خليل رئيس مجلس محلي كفر زيتا. مثل ما بتعرفوا مدينة كفر زيتا كنا قد أعلناها مرات منكوبة مرات شبه منكوبة بسبب شدة القصف اللي كان يحصل على مدينتنا من قبل العدوان الروسي والعصابات الأسدية، مما اضطر أهلنا في مدينة كفر زيتا الصامدين والبالغ تعدادهم كانوا 800 عيلة إلى الانتقال إلى مدينة خان شيخون والمدن المجاورة وإلى المعرة، لكن القصف أيضا طال بتلك المناطق بريف إدلب الجنوبي مما أدى بهم النزوح إلى المنطقة اللي هلق شايفينها بالقرب من الحدود التركية. هذا المخيم اللي أملنا له إياه بنتيجة عمل شعبي بحاجة إلى تسوية، أرضيته بحاجة إلى تسوية، بحاجة أيضا إلى بئر ماء، بحاجة إلى صرف صحي. نتمنى من كافة المنظمات تنتبه لوضعهم وتزورهم وتشوف واقعهم عن قرب ومساعدتهم، ولكم جزيل الشكر.